2018 في جويلي كوب دو موند تاع روسيا يحب يعدي يتفرج في القهوه في تيلا هو يمشي عطله يمشي عطله معناها ايامات معناها تعيشوا في تونس يمشي في رمضان يعدي ايامات عمركم ما سكنتوا في تيلا؟ لا سكننا في تيلا سكنتوا في تيلا سكننا في تيلا وبعد سكننا في البلاصه معناها مسقط راسكم تيلا تيلا وقت جيتوا لتونس؟ جينا لتونس 2002 خذا بابا تقاعد مبكر لكن هو ما يحبش يحب ديما يرجع لتيلا ديما يحن ديما يحن لتيلا يحب يعدي اوقات الكل في رمضان الثاني عيد فرج وقتها ميتون يتفرج على البارتي نتاع روسيا كي يمشي القهوة يسمع كلام مش باهي يعني نمشي لتيلا نتفرج مع صحابي غاديكا ما معناه ما يقولوش كلام خايب انت معناها مش متأقلم ياسر في مش متأقلم في, في العاصمة ماذا بيه يبدا في بقطو يحب يمشي في وسط الناس اللي يعرفهم هكاك وقتها مشى تفرج على ميتون ثم مشى تفرج على بارتي كمل ميتون الاول والثاني مروح ثم نهج صغير هكا يلقى سبع تعرضوا له سبع وحوش مش سبع قداش عمره الوالد وقتها؟ بابا 72 سنه وكان كاتب عام جمعيه تيلا الرياضيه مربي استقال بعد خدم في فارماسي في عون صيدلي الناس الكل تحبه في تيلا معروف دونك على هذاك هو كان يقلق في تونس يمشي يحب يمشي لتيلا يمشي لتيلا ما يتفرد كان في تيلا يقول لك عندي قيمتي معناها يقدروا الناس تعرفوا مربي كان رئيس جمعيه رياضيه يلقى روحه يلقى روحه مروح كمل ميتون لولو ثاني مروح يلقى بلاصه كي قريبه للحومه معناها وين دار عمتي قريبه مش بعيده عرضوه سبعه بابا من نوع حبسه اعطينا الفلوس نو بابا ما يحبش يعطيك الفلوس برضاه يعطيك اما باش يطلب يهدك اعطيني الفلوس ما يقبلهاش دزو بعد تعدى في بالو معناها كي باش يقول هكا باش يسيبوه جبدوه من شعره ضربوا بمقص هذه كي ما عرفش مقص قد مطار واحد شدوا من شعره ضربوا فيه علقة وهو شوفوا التصاور الوالد الله يرحمه وهذا بعد بعد البركاج بعد الاعتداء بركاج كاعترافات المتهمين رصدوه في مقهى وقتلوه من اجل بضع دنانير بالوحشيه هزلوا راسه شعره بابا مخلط بالدم شعره رطب شدوا هكا قول قايل سامحني الوالد الله يرحمه عمره 72 سنه 72 معناها شنو اللي فيه باش يهبطوا عليه سبعه كان كل واحد شدوا من بلاصه ونحوله فلوس تيجا نحوله 700000 سامحني هما يعرفوه من قبل انتوما من بعد كي تعرفتوا عليهم ما عندهمش بنتوات عندهمش اغراض ما عندوش بنتوات خلاص ديجا يظهر لي بوها يظهر لي قراه بابا واحد منهم يظهر لي قراه بابا معناها ما بقينا مستغربين حتى كانوا نجموا يفكوا له فلوس ويصايبوه ايه عليه الوحشيه هذيك انت سايبه وخليه يتعدى الراجل علاش تضربوا هكاك علاش تضربوا بالوحشيه هكاك اللي هو راهو المشهد كي يحكي هذا المتهم راهو يشاد كان يشاد واحد راس نتاع راجل كبير ويضرب فيه حلقه معناتها نتاع شماته نتاع شماته ما عرفش يا خط ما عرفش علاش هذه الوحشيه هذه عليه واحد كنا في نقولوا فيه قبيله ماهوش حالتهم طبيعيه انتم تعرفتوا عليهم من بعد عرفتوهم معروفين من هل انهم يتعطاوا مخدرات في حالتهم يشربوا طبيعيه يشربوا في الكول هما يشربوا في الكول ديجا هما اللي عبيد ثم عبيد معناها تعرضوا للبركاج قبل يقول لك يتعرض على البركاج بعد يهز امه ويمشي بليه سامحيه راهو ما عرفكش قبل معناها معروفة البقعة هذيك؟ معروفة اي يصيروا فيها ديما بركاجات؟ يصيروا فيها ديما بركاجات، بابا ما يعرفش، بابا يقول لك حتى ما يكلمونيش، أنا راجل كبير ما يكلمونيش.
وربما يحس روحه في بقعته في بلاصته في بلاد وفي بلاد وخارج الناس الكل تعرفه الناس الكل تحبه الناس الكل الناس الكل تعرفه ما عرفش ما جيتش ما تجيش انا لتو مشني مصدقه مشني مصدقه بابا مات في تال مشني مصدقه بابا تقتل في تال في اقل بقعه تجي لبالو انه يصير له فيها 50 متر على الحمى على دار عمتي يعني بطريقه وحشيه انا والله لو التو مزن معناها واحد كاين في مزال نحن في غيبوبه مزال واحد مشني مصدقه اللي هنا صير بابا باش يموت في تال انتم كيف سمعتوا بالحادثه احنا في تونس كلمونا في التليفون قالوا راهو باباك ضربته حجره جاتو حجره في راسه دري يتعاركوا ضربته حجره في راسه كيفاش سمعتوا بالوقت ليله الواقعه إيه بعد يكون بعد اما شكون كلمك ثم ولاد عمي يكلموني معناها كي كانوا الساعه لهذا يقول الاخر تكلم انت معناها بلغهم بعد قالوا راه ثم حجره ضربات وهكا مشينا في الليل وصلنا الثلاثه ونص نتاع الصباح للسبيطار القصرين دخلنا في بالنا نشوف الوجوه كي مصدومه العباد دخلنا في بالنا باش نلقى بابا نورمال معامل فاصمة أنا لقى رجل مش نورمال شيت أنا خرجت شو عملت له بابا معناها وجهه ذي وجهه تسمى معناها صفا معناها تنحل كان أكحل وجهه ضربة لهنا في راسه ضلعه مكسرة قدمه شطره منحي داك تقول كلويه مضروبة رية معناها دم منفخ شوف انت تصدمنا تصدمنا شنو هذا والله ما عرفش ما فهمتش هنا علاش وصل لك دخلنا في واحد مصدوم نمشي في الطريق ومشني ما عرفش العباد تكلم فيه مشني نشوف فيه نتفاهم